جواد مرحبا بك. بارك الله فيك. صافا الحمد لله. بارك الله فيك. كلشي بخير؟ صافا تعاود كنتي بليسي دابا صافا ميو؟ لا صافا الحمد لله ترونكي. رجعت من الاصابه اللي كانت التحقت بها اللي كانت تعرضت لها المره الاخيره قبل المباراه ديال البركان، فالحمد لله صافا ميو. دا مزيان جواد، انت بديتي في خريبكا، عاود لينا شويه على البدايات ديالك. فين انت كنتي كتلعب في الدار؟ البدايه ديالي كاي واحد وكاي لاعب كيبدا في الاحياء، فالبدايه ديالي كنت كنلعب كره القدم بزاف في الاحياء. نقدر نقول لك النهار كله وانا كنلعب كره كنقنعش منها. فالبدايه ديالي من بعد التحقت بالفئه ديال فريق اولمبيك خريبكا، مشيت دوزت تيست، فالحمد لله تم القبول ديالي وبديت مع الفئه الصغرى وتدرجت معهم حتى وصلت للفريق الاول. لعبتي مزيان في خريبكا، كنتي مزيان. من بعد كان عيط لك محمد فاخر في الشان. كي دازت ليكسبيريونس مع محمد فاخر في الشان؟ بالنسبه ليا ليكسبيريونس اللي دازت مع سي محمد فاخر حلم تحقق ليا في هذيك البدايات، فما كنتش كنتظر انني غادي نلعب الشان. كنتي مازال صغير زعما؟ كنت مازال صغير، وكانت اول مباراه رسميه ليا مع الفريق الوطني، لحقاش ان ما تدرجتش في الفئه الصغرى ديال المنتخب الوطني. فالحمد لله لعبت قدمت مباريات جميله ودوزت على احسن ما يرام، فالحمد لله انا جد فخور انني درجت بهذاك المستوى في الشان. وبغيت نسولك هذه القضيه ديال محمد فاخر، فاش كونفوكاك مع المنتخب المحلي، واش هي اللي اثرت عليك انك جيتني في الرجاء باسكو محمد فاخر هو المدرب؟ واش عندها علاقه بفاخر ولا؟ فلما ظهرت مع المنتخب الوطني وكان عندنا ذاك السي محمد فاخر هو الاطار الوطني، فشاف بالمستوى ديالي واقتنع به، ومن بعد فاش قرب انتهاء العقد ديالي مع فريق اولمبيك خريبكا فصراحة اتصل بيا وقال لي واش ممكن تجي تلعب في الرجاء، فقلت لي انا بكل فرح نجي نلعب بفريق الرجاء. فاخر هو اللي بروبوز عليا انني نجي نلعب بفريق الرجاء البيضاوي، وكان له دور كبير انني التحقت بالرجاء البيضاوي، فانا جد فخور انني كنحمل القميص ديال الرجاء. مع ان فاش بغاتك الرجاء من غير الرجاء فرق اخرين كانوا باغيينك وكانوا مستعدين انه يعطيو كثر، علاش اختاريتي الرجاء؟ فانا صراحه طموحي ديالي والوبجيكتيف ديالي هو الاحتراف ان شاء الله في احدى الدوريات الاوروبيه، فجاوني عده عروض من اوروبا ولكن ما ولموش الطموحات ديالي فما وافقونيش. قلتي احسن بلاصه نلعب فيها دابا هي الرجاء؟ بطبيعه الحال احسن بلاصه نلعب فيها هي الرجاء، ومن بعد ان شاء الله نتمنى انني نحقق الحلم ديالي ونزيد نطور المؤهلات ديالي. ان شاء الله الحلم ديالك واقيلا قرب يتحقق، حيت راك غادي مزيان دابا مع الرجاء من نهار جيتي، وبزاف ديال الفرق بغاوك في ايطاليا في اسبانيا، بزاف ديال الفرق دي كلوب اوروبيان بغاوك. شنو الفرقه اللي تبغي انت تلعب فيها؟ الفرقه اللي نبغي نلعب فيها في اوروبا كاين عده فرق، ولكن انا كنتمنى ان نلعب في روما. فالفريق كيعجبني، فريق روما كيعجبني بزاف، وكنتمنى انني نحمل القميص ديالي. شنو الفريق اللي كتشجع انت في اوروبا؟ ريال مدريد. ريالي متعصب ولا ريالي؟ لا ماشي متعصب، كنتفرج في برشلونه حتى هي فرق كبار، ولكن انا كنميل منذ الصغر ديالي وانا كنشجع الفريق ريال مدريد، ففريق كبير. واخا جواد انت مورا منتخب محلي عيط لك ايرفي رونار، كنتي لعبتي لي ماتش ديال تونس وبوركينا فاسو، لعبتي تيتولار تبارك الله عليك فيهم بجوج، كي داير ايرفي رونار التعامل ديالو معاك؟ فصراحة من بعد الاطر اللي كنت خدمت معاهم هنا في البطولة الوطنية، فالسيد المدرب هيرفي رونار كنبغي نقول انه عنده شخصيه كبيره ومدرب كبير صراحه، زاد فادني بشحال من حاجه ما كنتش عارفها صراحه. ما حسيتيش ما كاينش ديك الحقره ديال لاعب محلي؟ لا بالعكس، هو ما كيبغيكش انك تكون محقور، هو كيقول لك ما خاصكش تكون تيميد، كيبغيك انك تدخل لراسك مع الجروب، ما تحشمش تفرض الوجود ديالك وتفرض راسك كلاعب ماشي تحت راسك. فالا كنتي في الواجهه وكنتي تقدر تأدي المهام على ما يرام، فكون على يقين ان هيرفي رونار ما غاديش يخلي الفرصه لواحد اخر. جواد بغيت نساو شويه الكره وداك الشيء، انت مزوج، الناس قليل اللي عارفينها، وتزوجتي صغير
عندك 25 عام دابا، علاش الزواج في الصغر؟ شنو موضه ولا صافي قلتي نجمع راسي نتزوج بركه عليا ولا شنو؟ انا قبل ما نتزوج انا كنت جامع راسي، ماشي زعما انني نتزوج باش نجمع راسي. فالحمد لله لقيت شريكة حياتي اللي تناسبت معها واللي غادي اللي ارتاحيت معها، فقررت انني نكمل الدين ديالي وندير عائله وندير وليدات حتى انا ان شاء الله باش نزيد نقدم مساواه كبيره ونزيد نزيد القدام. اللهم امين. الله خير بارك الله وضروري. الوالدين هنا ولا في خريبكا؟ الوالدين كيبركوا عندي هنايا بزاف، ولكن غالبا كيبقاو في خريبكا وكيجيو عندي. كتمشي تشوفهم؟ طبيعه الحال غزه خريبكا ما بعدش، ولكن هما كيجيو عندي بزاف. بعد مرات كنمشي انايا كنكون اون ديبلاسمون كونسونطراسيون ولا شي حاجه، كيجيو باش يونسوا المدام ديالي، كيبقاو معاها في الدار وداكشي. لحقاش البعد كيف قلت لك خريبكا وكازا ما بعيداش بزاف. هادشي علاش. وبغيت نسولك جواد، انت في الماكله ديالك شنو كتاكل؟ شنو كيعجبك تاكل؟ كناكل كلشي. كلشي كناكل. اللي ما كتاكلوش؟ اللي ما كناكلش من ناحيه زعما واش كلشي اللي ما كناكلش. اول حاجه ما كناكلش المقلي، التوسكي اللي فيه تان سبورتيف ما خصكش. كناكلش المقلي بزاف صراحه، فكنبغي لي بات لو ري، كنبغي بزاف دول الاكله المفضله ديالي هو الكسكسو. كسكسو كسكيس. ضروري انت عندك داك الكسكسو كل؟ لا ماشي ضروري كل جمعه، لا ماشي ضروري، المهم ناكل كسكسو وقت ما كناكلو. مره في السيمانه اوبليغاتوار. اوبليغاتوار. وفي لو طون ليبر ديالك شنو كتبغي دير؟ انا عارفك انت قبل ما نبداو ليميسيون قلتي لي انا ما كنخرجش بزاف، انا لونترينمون الدار، عندك بروغرام شارجي. فين كدوز لو طون ليبر ديالك؟ غالبا لو طون ليبر ديالي كندوزو الدار مع المدام ديالي، مع الاخ ديالي اللي كانوا عندي الدار. فولو ما كانوش كندوزو في الدار، دوز لو طون ليبر ديالي. بعض المرات كنمشي كنبقى نتفرج في افلام، انا شويه مبلي شويه بالافلام اكشن كوميدي شويه صافي، ولي ماتش الا كانوا لي ماتش صافي، ولا كان الا كان الا كان ما كانش عندي شي ماتش كان باقي بعيد ولا شي حاجه نقدر نمشي نخرج ندير شي سيونس في الغابه ولا شي حاجه، كنمشي انا والمدام نجي ندير فوتشينغ ولا شي حاجه صافي ابخي نرجع. وفي لي فاكونس ديالك فين كتبغي تسافر؟ تمشي لشي مدينه هنا في المغرب ولا تمشي لوروب ولا فين؟ انا في المغرب هنا تقريبا كلشي شفته هنا في المغرب، قليل اللي باقي لي ما شفتوش. كنت كنمشي لاكادير بزاف، كنمشي للشمال، ولكن ان شاء الله باغي نمشي لوروب، نمشي انا والمدام ان شاء الله نمشي لوروب. دير شي بروغرام في الصيف. نمشي لايطاليا ان شاء الله. دير اون فيزيت الكلوب ديال لا روما؟ علاش؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله، واخا ما يكونوش هما في هذاك الوقت. اون فيزيت الكلوب ان شاء الله ان شاء الله. سي بوسيبل نقدر على حساب الوقت صافي. مزيان. وعندي الاخت ديالي تماك. ديجا دونك غاتمشي عندها. غنمشي عندها. واخا سيدي، بالنسبة للموسيقى، عندك مع الموسيقى ولا والو؟ عندي مع الموسيقى. شنو كتسمع؟ كلشي. صراحة. كتاكل كلشي، كتسمع كلشي، كدير كلشي. فاش نقول لك؟ في الطونوبيل أنت غادي الصباح شنو كتسمع؟ في الصباح كندير القرآن صراحة. كنصلى القرآن في الصباح. في العشية كندير الموسيقى، كندير شرقي غربي، كندير نبلي بزاف بميتر جيمز، كيعجبني ميتر جيمز. طيب ولكن لي خويا وصاحبي بزاف هو الداودي. الداودي رجاوي؟ الداودي الداودي رجاوي، ومن الصغر انا نبلي بالداودي من الصغر. فاش كنت باقي صغير الستيل اللي كيغني هو كيعجبني الداودي وكيعجبني الشعبي اون جينيرال. اون جينيرال كيعجبني الشعبي. جواد شكرا بزاف. مرحبا. تهلا في راسك. بارك الله فيك. ان ديرني مو الناس كاع الرجاويين اللي كيبغيوك واللي كيشجعوك واللي يتمناو ان شاء الله يشوفوك فشي فرقه كبيره. فكنبغي نوجه الشكر للجماهير الرجاويه اللي ساندتنا هذا العام وساندتنا الصراحه ووقفت معنا في الصراء والضراء. وكنبغي نشكر الجماهير ديال جواد يميق، فكنبغي نقول لهم ان شاء الله مازال غادي نزيد نعطي مكسر ومكسر ان شاء الله باش تشوفوني في افضل. وان شاء الله الفريق الرجاء البيضاوي فهو بلا جمهور ما كيسوى والو، فالرجاء البيضاوي هو الجمهور العالمي ديالو. فكنبغي نوجه عليه الشكر وكنبغي نتمنى انه يبقى ديما ورانا والخلف ديالنا باش يزيد يحفزنا ان شاء الله ونعطيو ما احسن ان شاء الله ونبقاو في سكه الانتصارات. برافو عليك. بارك الله فيك. شكرا بزاف. لازم نتلاقاو ثاني مرة أخرى. مرحبا. شي نص نص جديدة. شي نص نص. نجيب معاك المدام. إن شاء الله. يلاه تهلا فراس. تبارك الله عليك. مرحبا.